وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس السابع عشر من دروس شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من شرح الأبيات المتعلقة بسور يونس التوبة ويونس وهود، واليوم إن شاء الله تعالى نشرح الأبيات المتعلقة بفرش الحروف من سورة يوسف إلى نهاية سورة الإسراء. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل ما والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع الحاضرين والسامعين ولسائر المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: سورة يوسف عليه السلام والرعد. ويا أبت افتح أد ونرتع، وبعد يا وحاشا بحذف، وافتح السجن أولا. حما كذبتل الخف نجي حامد، ويسقى مع الكفار صد ضم منحلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويا أبت افتح أد، أي أن المرموز له بالهمزة أو بالألف، وهو أبو جعفر رحمه الله، قرأ في هذه الكلمة بفتح التاء يا أبت، كقراءة من؟ كقراءة ابن عامر. فقال ويا أبت افتح أد، وأطلقها فشملت جميع المواضع. فحيث جاءت كلمة يا أبتي في قراءة الجمهور فهي عند أبي جعفر كقراءة ابن عامر يا أبتا. وسبق طبعا في باب المرسوم أنه إذا وقف عليها قف بالإيش؟ بالهاء، خلافا لأصله. هو الأصل عنده أن يقف على مثل هذا بالإيه؟ بالتاء، لكنه وقف على هذه الكلمة بالذات، وقف عليها بالهاء، ليقال كقالون رآت ولامات اتلوها، وقف يا أبه ألا حم، قف يا أبه ألا حم. فهنا مثلا في هذه السورة أقول يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي بقية السور التي وردت فيها يا أبت يقرأها أيضا بالإيه؟ بفتح التاء. مريم والقصص والصافات يقرأها بفتح التاء. ونرتع وبعد يا، وحاشا بحذف، وافتح السجن أولا حما. هذه عدة تراجم كلها انتهت بحما، عدة تراجم كلها انتهت بحما، يعني كلها ليعقوب رحمه الله. ونرتع وبعد يا، طبعا احنا عندنا اللي في الشاطبية ونرتع ونلعب ياء حصن، نرتع ونلعب ياء حصن. فالذين يقرؤون بالياء في الشاطبية في نرتع ونلعب هم إيش؟ الكوفيون ونافع. فهنا يعقوب خالف أصله وقرأ بالإيه؟ بالياء. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طبعا وقال ياء يعني معنى ذلك إن في العين متفقين، والكلام كله في الإيه؟ الياء بدل النون. وحاشا بحذف، يعني يقرأ كيف يعقوب في اللي فات؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب كالكوفيين.
كالكوفيين ونافع، بس نافع يقرأ بالكسر العين، يقرأ كالكوفيين. وحاشا بحذف، طبعا احنا عندنا ابو عمرو يقرأ ايش اذا في الوصل باثبات الف حاشا لله في موضعيه، مع ان وصله حاشا حجة، مع ان وصله حاشا حجة. لا، سيدنا يعقوب خالف اصله فقرأ بالحذف، بالحذف في الحالين، لانه طبعا احنا في الوقف كل القراء يحذفون، كل القراء ايش يحذفون، وانما انفرد ابو عمرو رحمه الله بالايه بالاثبات الالف في الايش في الوصل فقط. فلذلك هنا يقول وحاشا بحذف، الحذف طبعا هنا يقصد به الحذف في الوصل، وهو كذلك في الوقف، يعني اذا وقف قال حاش جميع القراء، لكن ابو عمرو يقول حاشا لله في الوصل. يعقوب قرأ كالجمهور بايش بالحذف في الحالين، حاشا لله حاشا لله، فتحه فقط بدون الف. وافتح السجن اولا، وافتح السجن اولا، طبعا كلمه السجن وردت في السوره عده مرات، وردت في السوره عده مرات، اظنها ستا، وردت في هذه السوره ست مرات. يعقوب قرأ في الموضع الاول فقط، في الموضع الاول فقط، قال ربي السجن احب الي، قال ربي السجن احب الي، وبقية المواضع قرأ بالإيش كالجمهور بالإيه بكسر السين، قرأ بكسر السين فقط الموضع الأول. قيل أن الموضع الأول لأنه يحتمل معنى المصدرية، يحتمل معنى المصدر، يعني في المواضع الأخرى السجن اللي هو المكان، مكان السجن، مكان السجن، لكن الموضع الأول محتمل أيضا أن يكون السجن يعني الحبس، الحبس أحب إلي مما يدعونني إليه، فهذا الموضع الأول هو الذي احتمل هذا فقط، فهذا توجيه قراءة يعقوب في هذا الموضع. أما بقية المواضع فهو يقرأ كالجماعة بكسر الإيه بالسين، كسر السين، وقلنا احترز بكلمة أولى عن بقية الإيه المواضع. إذن عندنا كم ترجمة هنا ليعقوب؟ إن شئت قل ثلاثا وإن شئت قل أربعا. إذا حطيت نرتع ونلعب ترجمة واحدة فهي ثلاث، وإذا وضعتها ترجمتين فإذا نرتع ونلعب بالياء هذه ترجمتان، هاتان ترجمتان، وحاشا الثالثة، والسجن الرابعة. كذبت للخف، وانا اقول لك في الدره مهم انك تكون عارف فين، لان في البعض يفكر الخف هنا على ايه نجيه، لا، كذبت له الخف، فالخف هنا عند ايش كذبوا. طبعا احنا عارفين اللي بيخفف في قوله تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، اللي يخفف الايه الكوفيون، الذي يخفف الايه الكوفيون، انه قال ايش ثانيا ننجج احذف وحرك سكنا كذا نل وخفف كذبوا ثابتا، وخفف كذبوا ثابتا. فالذين يخففون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا بالتخفيف من الشاطبية هم الايه الكوفيون. هنا وافقهم من ابو جعفر، ابو جعفر، ابو جعفر. اذا ابو جعفر قرأ بالتخفيف خلافا لي لأصله، وإحنا قلنا أن ما جاء في الدرة على قسمين من خلافات، يا إما أن يوافق أحد القراء السبعة أو الرواة، وإما أن تكون من الزيادات التي زادتها الدرة أو زادها القراء الثلاثة على الإيش على ما عند السبعة، وهو الأقل، وهو الأقل. الأكثر، الأكثر هو أن يوافق أحد القراء الثلاثة أو رواتهم يوافقون أحد السبعة أو بعض السبعة أو جمهور السبعة، لكن الأقل منه أن تكون هناك قراءة لم ترد في الإيه
في القراءات السبع. يعني مثلا كذبوا هنا ايش؟ ها؟ موافق للكوفيين. ثم قال القراءة اللي بعدها نجي حامد، الشيخ حامد الله يحفظه، سيدنا يعقوب اللي هو مرموز له بالحاء قرأ نجي، اللي احنا قلنا كذا نل الشاطبية اللي بيقول فنجي من نشاء، ها كذا نل. إذن عندنا يعقوب يقرأ فنجي من نشاء خلافا لأصله، أصله كيف يقرأ؟ ننجي، فننجي من نشاء. طيب لو قلنا كذبوا بالتخفيف من يقرأها في العشرة؟ كوفيون وأبو جعفر. وقلنا من يقرأ فنجي من نشاء في العشرة؟ ابن عامر وعاصم ويعقوب. إذن يعقوب خالف أصله فقرأ فنجي، وكذا خالف أبو جعفر أصله فقرأ كذبوا بالتخفيف. طبعا هذه يعني إذا رجعتم للتفاسير في قضية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فيها كلام طويل، يفضل أن ترجعوا إليه في التفاسير، خصوصا التفاسير المطولة في عود الضمائر وما يتعلق بها وتوجيه القراءات فيها، لكن هذا المقام لا يتسع له، إنه يأخذ وقت طويل جدا. ننتقل بعد ذلك إلى فرش حروف سورة الرعد. ويسقى مع الكفار صدد ممن حلا. طبعا احنا من خلال الاستقراء فيما مضى خصوصا في الفرش يتضح ان اكثر الثلاثة مخالفة لأصله هو من؟ يعقوب. وفي الرواه رويس، وفي الرواه ايه؟ رويس، يعني يعقوب عموما ورويس خصوصا. ويسقى يعني مثلا احنا عندنا هنا ترجمة لأبي جعفر والباقي كله ليعقوب في الرعد، ها، وإبراهيم وفي ايش السورتين يوسف وإبراهيم والرعد، والتراجم الباقية كلها لي في ترجمتين لأبي جعفر والباقي كله ليعقوب. وخلف هو الأقل مخالفة، وخلف هو الأقل مخالفة لأصله. وقرأ يعقوب كذلك يسقى بماء واحد. مين اللي بيقرأ بالتذكير في الشاطبية؟ عاصم بن عامر. والشاهد وذكر تسقى عاصم وابن عامر. فهنا خالف يعقوب أصله فقرأ بالإيه؟ بالتذكير، يسقى بماء واحد مع الكفار. طبعا هو اضطر يقدم الكفار على صد، وإن كانوا في الترتيب مختلفين، يعني مفروض صد قبل الكفار، لكن يعني هذا مغتفر لأنه يسير وليس بينهما ترجمة ثالثة، فيغتفر هذا التقديم اللي هو وسيعلم الكفار لمن عقب الدار اللي في آخر السورة. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، الآية قبل الأخيرة. فقرأ الكفار واكتفى هنا بالإيه؟ باللفظ كما اكتفى في الأولى، اكتفى باللفظ في الثانية وفي الأولى. ثم قال إذن وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، يعني يعقوب يقرأ كإيه؟ كالكوفيين وابن عامر. وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا، وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. وقرأ قال صدد ممن حلا، صدد ممن حلا. بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بضم الصاد، ومعها أيضا وصد عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل في غافر أيضا بضم الايه؟ الصاد كالكوفيين. وعلم تناول اللفظ للموضعين من الشهرة، يعني وما ذكر الثاني لكنه يدخل معه
بناء على وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد. إذن عندنا هنا كم ترجمة؟ يسقى بالتذكير والكفار بالجمع وصد بضم الصاد، كل الثلاث لمن؟ ليعقوب. ننتقل إلى سورة إبراهيم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف. وطب رفع الله ابتداء كذا اكسرن أنا صببنا واخفض افتح موصلا يضل اضم من لقمان حز غيرها يد وفز مصرخي يفتح علي كذا حلا. طيب، سورة إبراهيم ابتدأ قال: وطب رفع الله ابتداء، أي أن المرموز له بطب اللي هو رويس رحمه الله قرأ برفع الله برفع لفظ الجلالة في الابتداء في ثاني آيات السورة. احنا عندنا أول آية إيش؟ ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. قرأ رويس عند الابتداء الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لكن الترجمة هذه لسه لم تكتمل. إذا ابتدأ قال الله الذي له ما في السماوات كذكسرن نأنا صببنا، كذلك إذا ابتدأت في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه في سورة عبس إنا صببنا الماء صبا كذكسرن إنا صببنا. طيب واحد يقول طيب ما هو أصلا أبو عمرو بيقرأ كده برضه، إيش المشكلة يعني؟ الوصف. أبو عمرو هو موافق أبو عمرو هنا، لكنه زاد كلاما آخر قال واخفض افتحه موصلة، واخفض افتحه موصلة، وفي هنا لف ونشر، هنا لف ونشر. فهو ذكر ترجمتين، ذكر ايش؟ ترجمتين. الترجمة الأولى في سورة إبراهيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والترجمة الثانية إنا صببنا الماء صبا. فقال في هذين الموضعين، قال في الأول إيه؟ وطب رفع الله ابتداء، أي أن رويس قرأ برفع لفظ الجلالة إذا ابتدأ به، إذا ابتدأ به. كذا اكسرن إنا صببنا، يعني اكسرن إنا صببنا إيش؟ في الابتداء أيضا. كذا يعني كذا في الابتداء اكسرن إنا صببنا. ثم قال واخفض افتحه موصلا، يعني اخفض لفظ الجلالة في الأول، اخفض إيش؟ لفظ الجلالة. إذا إيش؟ وصلت، يعني إذا قلت إيش؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له. إذا وصلت الكلام ببعضه، ها؟ إذا وصلت الله بما قبلها تقرأ بالإيه؟ بالخفض. وإذا ابتدأت تبتدئ بالإيه؟ طبعا هذا رواية رويس فقط. أما طبعا احنا عندنا عامة هم اللي بيرفعوا في الشاطبية ابتداء ووصل، لكن رويس انفرد بأنه إيش؟ في حال الابتداء يبدأ بالإيه؟ بالرفع الله على الابتداء الاستئناف، أما على الوصل يقرأها على الإيه؟ البدلية أو على النعم. طيب، وكذا قرأ في أنا صببنا الماء صبا، فإذا ابتدأ ها كذا اكسرن، يعني في حال ابتداء أيضا اكسر همزة إيه؟ إن، وهذا موافق لأصله. وقال افتحه موصلا، افتحه إيه؟ موصلا. إذا وصلت الكلام ببعضه تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صبب، إلى طعامه إنا صبب. طبعا هذه هاتان الترجمتان ليس فيهما جديد عن السبعة
لكن الجديد فيهما أنه اختلاف حال الوصل عن حال الايه؟ الابتداء. حال الوصل عن حال الابتداء. طيب، إذن عندنا رويس قرأ في الوصل صراط العزيز الحميد اللاهي، وإذا ابتدأ قال الله الذي له. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا، وإذا ابتدأ فلينظر الإنسان إلى طعامه وقف إنا صببنا. يضل ضمما لقمان حز. احنا عندنا في الشاطبية قال وضم كفى حصن يضل يضل عن، يعني كفى حصن، كلمة يضل ويضل ضمها كفى حصن. في طبعا في مواضع سبقت هذه فصلت، يعني خلاص تم الكلام عنها، لكن الكلام على ما يستقبل من سورة إبراهيم وما بعدها بالنسبة للقرآن. في سورة مثلا لقمان والحج والزمر، فقرأ يعقوب في سورة لقمان يعقوب بتمامه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طبعا هذه قراءة كفى حصن، وهو خالف أصله، خالف أبا عمرو فقرأ مثلهم. فإذا هنا اللي خالف من؟ يعقوب بتمامه في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، فقرأ كالكوفيين ونافع وابن عامر. غيرها يد، يعني غير هذا الموضع، غير هذا الموضع اللي هو موضع لقمان. وطبعا في السورة هذه، لأنه طبعا ما جاب الكلام هذا، يعني هيقفز إلى لقمان مباشرة، إلا بتكلم عن السورة هذه الأول، يعني السورة هذه تدخل ابتداء، يعني إذا أورد كلمة فرشية جديدة فالسورة التي عليها الكلام تدخل ابتداء، فاللي هي هنا في إيش؟ في بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل. فقرأ يعقوب بتمامه ليضل عن سبيل الله في لقمان، لكن في بقية المواضع المختلف فيها، نقصد بقية المواضع من عند إيش؟ عند سورة إبراهيم وما بعدها إلى آخر القرآن. في بقية المواضع قرأ روح مخالفا لأصله بالضم، ووافق رويس أصله فقرأ بفتح الإيه؟ الياء. فهنا في ليضل عن سبيله في سورة إيش؟ في هذه السورة اللي هي سورة إبراهيم، وفي سورة الحج. الحج ليضل عن سبيله ولا إيش؟ ليضل عن سبيل الله. لا ليضل. ومن الناس من لا في الحج من يعبد الله على حرف لا اللي قبلها، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وفي الزمر ليضل عن سبيله. فهذه المواضع كلها قرأ فيها روح بالضم، يعني روح قرأ من إبراهيم ونازل كل المواضع بالضم. أما رويس فقرأ بالضم فقط في موضع إيش؟ لقمان. بقية المواضع وافق أصله ففتح الإيه؟ الياء. طيب، وفز مصرخي يفتح. وقرأ خلف ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموه. فقرأ خلف مصرخي بفتح الإيه؟ الياء، لأن حمزة
قرأ بالإيش؟ صرخي. بالكسر. مصرخي يكسر لحمزة مجملة. مجملة. مصرخي يكسر لحمزة مجملة. فحمزة قرأ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني. مصرخي بالكسر. وخلف قرأ خلافا لذلك بإيه؟ بفتح الإيه؟ الياء. طبعا هي مشددة عند الجميع، مشددة عند الجميع. علي كذا حلا. من زمان ما شفنا الحلا، صح؟ الحمد لله. قرأ يعقوب قال هذا صراط علي مستقيم. طبعا عندنا الرويسي بيقرأ بالسين، صراط علي مستقيم، وهذا وصف للصراط أنه صراط رفيع مرتفع، يعني عالي القدر والشرف. فقال هذا صراط علي. أما قراءة الجمهور علي حرف الجر المعروف مضاف إلى ياء الإيه؟ المتكلم، مضاف إلى ياء المتكلم علي. لكن في قراءة يعقوب صراط أو صراط علي. علي أي رفيع، رفيع القدر والشرف. فهي عنده اسم، عنده اسم ومنونة علي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقنط كسر النون فز وتبشرون فافتح أبا ينزل وما بعد يجتلى. كما القدر. طيب، ويقنط كسر النون فز. قرأ خلف رحمه الله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، في هذه السورة. وإذا هم يقنطون في الروم: لا تقنطوا من رحمة الله. يعني قرأ عموما في هذا بالإيش؟ بكسر الإيش؟ النون، كسر النون. وطبعا هذه قراءة رافقنا حملة في الشاطبية: ويقنط معه يقنطون وتقنطوا، وهن بكسر النون رافقنا حملة. فطبعا خالف حمزة فقرأ بكسر النون كأبي عمرو والكسائي. فقرأ يقنط حيث وقعت، سواء كانت مخاطبا مسندة لمخاطب أو لغائب أو لمفرد أو لجمع، قرأها بكسر النون في جميع المواضع. واحنا قلنا انه يعني دائما الاشياء اللي سبقت ليست جديدة في الدرة، بمعنى ليست لها يعني موجودة في القراءات السبع، لا نتعرض لتوجيهها في الغالب الأعم. وتبشروني فافتح أبا، وتبشروني فافتح أبا. احنا طبعا عندنا قال واكسره حرميا، أن الحرميين يقرآن فبما تبشروني، طبعا نافع، فبما تبشرون للمكي، وثقل للمكي نون تبشرون، واكسره حرميا. فالحرميان قرأ بكسر النون، سواء مخففة لنافع أو مشددة للمكي. المهم أن أصل أبي جعفر اللي هو نافع قرأ بالإيش؟ بكسر النون. خالف أبو جعفر أصله فقرأ بإيه؟ فبما تبشرون، فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق. ولذلك قال وتبشروني فافتح أبا، فافتح أبا.
ينزل وما بعد يجتلى كما القدر، ينزل وما بعد يجتلى كما القدر. بدأنا في فرش حروف سورة النحل، ينزل وما بعد يجتلى كما القدر. في الآية الثانية من سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه ينزل قراءة الجمهور. وطبعا احنا عارفين أن أبا عمرو له في هذا الباب مع ابن كثير التخفيف. أما روح فقرأ، أما روح فقرأ هنا كما القدر، كما في سورة الإيه القدر، يعني قرأ تنزل الملائكة. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، تنزل الملائكة. فهو قال كما القدر حتى يحيلك إلى القراءة التي في سورة القدر، بدل ما يقول بفتح كذا والضم كذا وتشديد كذا ورفع كذا ونصب كذا، لا، أحالك إلى سورة الإيه سورة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فقرأ هو كذلك إيه في هذا الموضع تنزل الملائكة بالروح. طبعا يقصد وما بعد، وما بعد مباشرة، مش كل الآية، وإنما هي ما بعد اللي هي كلمة الملائكة، يعني يقرأها بالرفع. تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فهو شبهها بسورة القدر من هذا الايه الوجه، ان يقرأ تنزل ويقرأ الملائكة بالايه بالرفع، يا رافعا اصبعك او يداك. ها تفضل. نعم، تنزل الملائكة فاعل. نعم. طبعا وجهها واضح كما جاوبنا الأخ. عندنا تنزل الملائكة وفعل تائي، فعل مضارع تائي، يعني أصلها إيه؟ تتنزل الملائكة، تتنزل الملائكة فاعل. أما ينزل الملائكة أو ينزل الملائكة فالفاعل مستتر تقديره هو، والملائكة مفعول به. إذن روح انفرد بهذه القراءة، قرأ تنزل الملائكة بالروح من أمره. وقرأ رويس كيف؟ ينزل الملائكة بالروح، لأن هذه على قاعدته. سوى سكت عن رويس، يعني يقرأ كقاعدته في التخفيف، في التخفيف. وقرأ الباقون ينزل الملائكة. تفضل. أزود الله فضلكم. قال رحمه الله: كما القدر شق افتح تشاقون نون هتل يدعون حفظ مفرطون اشدد العلا. قرأ أبو جعفر رحمه الله: إلا بشق الأنفس، بفتح الشين. إيش أول الآية؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهذه قراءة انفرد بها أبو جعفر وليست في السبعة، لم يوافق فيها أحدا من السبعة. قيل إن شق هو المصدر السماعي من شق يشق شقا، هذا المصدر القياسي، أسف، هذا المصدر القياسي من شق، لأنه شق شقا. أما شق اللي هي قراءة الجمهور فهي مصدر سماعي، فهي مصدر سماعي. وقيل أيضا أن بشق الأنفس هو المصدر الذي يدل على المشقة، يعني إلا بشق الأنفس، إلا بالمشقة، مشقة الحاصلة. أما شق قراءة الجمهور يعني بالجهد، الجهد الذي يبذلونه عليها.
وقرأ كذلك تشاقون فيهم بفتح النون. طبعا احنا من قبل فيهم يكسر النون نافع، ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تشاقون هذه قراءة نافع انفرد بها من السبعة، وأبو جعفر خالف أصله فوافق الجمهور فقرأ تشاقون فيه. وطبعا القراءتان وردتا في الشاطبية فما يحتاجان إلى توجيه. وقرأ يعقوب والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، بياء الغيب إيش؟ ها؟ كعاصي. ويدعون نجم، لا يدعون نجم حافظ دي في العنكبوت، يدعون عاصم، ويدعون يدعون عاصم، وينبت نون صحة، وينبت نون صحة يدعون عاصم. ولذلك احنا نقول يعني مهم ان دائما يعني الواحد يكون مستحضر الشاهد هذا اين يقع، وكدنا نقع في هذا. فهو قال ايش؟ وينبت نون صحة يدعون عاصم. فهنا عاصم الوحيد هو الذي يقرأ من السبعة يدعون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقرأ يعقوب مثله، وقرأ يعقوب مثله مخالفا لإيش؟ لأصله. يعني المفروض أن باقي السبعة يقرؤون يدعون بالخطاب. فيعقوب خلف أصله، وبقي أبو جعفر وخلف موافقين أصليهما، فقرأ بالإيش؟ بالغيبة ولا الخطاب؟ بالخطاب. إذن عندنا يعقوب انفرد بمخالفة أصله هنا وقرأ بالغيب. طيب، مفرطون أشدد العلا، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وأنهم إيش؟ مفرطون. إذن عندنا في هذه الكلمة كم قراءة؟ ثلاث قراءات. وراء مفرطون أكسر أضع، وراء مفرطون أكسر أضع. فسيدنا الشيخ أضع اللي هو نافع رحمه الله قرأ بإيش؟ بكسر الراء، يعني إيش؟ مفرطون. وقرأ أبو جعفر بكسر الراء أيضا لكنه شدد، لو قال مفرطون إيه؟ أشدد العلا، ما تعرض للكسر، قال شدد. أشدد يعني أنت تشدد الراء اللي مكسورة النافع، فهو ذكر التشديد وسكت عن الإيش؟ عن الكسر، لأنه كأصله في الكسر. مفرط. وقرأ الجمهور إيش؟ مفرط. مفرطون من التفريط معروف التقصير. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طب ومفرطون؟ مفرطون قراءة نافع، يعني من الإفراط المجاوزة الحد في المعاصي والإعراض والصد إلى آخره. ومفرطون أفرط فلانا أي تركه، أي تركه، أو أفرط الجيش كذا، يعني ترك من ورائه بعض الجيش. أفرط مفرط، مفرط يعني متروك، فهم متروكون مبعدون عن الرحمة، متروكون مبعدون عن الرحمة. إذن عندنا قراءة أبي جعفر هذه مما زاد في الدرة عن قراءات السبعة. مفرطون. تفضل. زاد الله فضلكم. ونسقيكم افتحهم وأنث إذن ويجحدون فخاطب طبك ذاك يروا حلا وينزل عنه اشدد ليجزي نون إذ ويتخذوا خاطب حلا نخرج جلا حول يا وضم افتح ألا افتح وضم حط وحزمد آمرنا يلقاه أوصلا. طيب حزمد آمرنا ومن عند
مخرج جلا. هي دخلت كذا النحل في الإسراء. طيب ماشي. ونسقيكم افتحهم وأنث إذن. قرأ أبو جعفر قرأ يعقوب بإيش؟ بضم بفتح النون في نسقيكم اللي هي في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. هنا وفي المؤمنون اللي هي نسقيكم مما في بطونها. طيب أبو عمرو كيف يقرأ؟ ها وحق صحاب وحق صحاب إيش؟ ضم نسقيكم معا. وحق صحاب ضم نسقيكم معا. فإذا عندنا أبو عمرو من حق ومعهم الصحاب أيضا يقرؤون نسقيكم. قرأ يعقوب مخالفا لأصله ففتح الإيه؟ ففتح النون. طيب بسرعة كده واحد مركز كلنا مين بيفتح النون في العشرة؟ ها بسرعة بسرعة. شعبة أيوة أيوة شعبة ونافع وابن عامر هقول له في السبعة اللي هو خارج دائرة حق صحاب. وهنا عندنا إيش أيضا يعقوب. أبو جعفر رحمه الله انفرد بتأنيث الفعل انفرد بإيه؟ بتأنيث الفعل. قرأ إيش؟ وأنث إذن تسقيكم تسقيكم مما في بطونه. طب أعاد الضمير هنا كأن الإيه؟ إسناد الفعل إلى سببه إسناد الفعل إلى سببه. طبعا هي البقرة ولا الجاموسة يعني مؤاخذة مش تيجي تسقيكوا يعني وإنما هو إيش؟ هو أعاد الفعل أسند الفعل إلى سببه. هي السبب في الإيه؟ في الحليب فهي السبب في سقياكم له. فقرأ تسقيكم بالتأنيث. طيب بقي من خلف. خلف يقرأ كأصله أصله إيش؟ نسقيكم. مش إحنا قلنا وحق صحاب ها ضم نسقيكم ومعا. فإذا خلف يقرأ إيه؟ نسقيكم. إذا عندنا ثلاثة مختلفون كل واحد قرأ قراءة. خلف وافق أصله فقرأ إيش؟ نسقيكم. وأبو جعفر خالف أصله فأنث الفعل فقرأ إيه؟ تسقيكم. وسيدنا يعقوب خالف أصله بفتح نون إيه؟ نسقيكم فقرأ نسقيكم. نعم. ويجحدوا نفخات الطب. ويجحدوا نفخات الطب أي أن رويسا رحمه الله قرأ أفبنعمة الله تجحدون موافقا لمن؟ لشعبة. طبعا مخالف أصلا لكنه وافق شعبة لشعبة خاطب يجحدون معللا. ثم قال كذاك يروا حلا كذاك يروا حلا. طبعا عندنا هو المقصود اللي هو الموضع الثاني. الموضع الأول عدى خلاص يعني جاءت عدة ترجمات بعد الموضع الأول لكن هنا المقصود في ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فقرأ يعقوب بالإيش؟ بالبتاء الخطاب. وخاطب تروا شرعا اللي هو الأولى الموضع الأول والآخر في كلا. والآخر اللي هو هذا اللي هو فيه إلى الطير في كلا. اللي بيقرأ بالخطاب هو حمزة وابن عامر. قرأ يعقوب في هذا الموضع موافقا لحمزة وابن عامر ومخالفا لأصله. قرأ بالإيه؟ بالتشديد. ألم تروا إلى الطير مسخرات. قال وكذا خلف يعني خلف من الإيه؟ من الموافقة. خلف من الموافقة وسكت عنه لأنه موافق. طيب وأبو جعفر يروا ولا تروا يعني
ما انا عارف انه موافق لا عارف انه موافق لانه ساكت عنه، لكن يرى ولا تروا؟ يرى، لان احنا قلنا والاخر في كلا، في كلا فقط هما اللذان يقرأان بالخطاب. واذا وانضم اليهم من العشره يعقوب، وطبعا خلف. وينزل عنه اشدد، اخر مذكور من؟ يعقوب. اي شدد كلمه ينزل عن يعقوب. فاي ينزل؟ احنا عندنا في اول السوره اللي قلنا عليها تنزل الملائكه، او تنزل الملائكه، او ينزل الملائكه، هذه اللي في اول السوره انتهينا منها. لكن هنا عندنا في قوله تعالى والله اعلم بما ينزل او ينزل، طبعا هذه داخله في التخفيفات بتاعت ابو عمرو ومين وابن كثير اللي هي مذهبهم في هذا الباب. وينزل عنه وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وننزل حق، فهما يخففان في هذا الايه الباب. قال وينزل عنه اشدد. طبعا يعقوب الاصل عنده في هذا الباب انه كأبي عمرو، الاصل عنده في هذا الباب انه كايه كأبي عمرو، اللي شذ يذكره، اللي خالف فيه يذكره. فاول ما شذ فين؟ اللي هو الموضع اللي في اول السوره، خالف روح ووافق رويس، اللي هو قرأ تنزل الملائكه، والثاني قرأ ايه ينزل الملائكه. هنا يعقوب بتمامه خالف ابا عمرو فقرأ بالايه بالتشديد في هذا الموضع. والا نذكر انه هو موافق لاصل في هذا في هذا الباب يخفف كأبي عمرو، لكن عنه يعني كلمات محدودة هي التي يخالف فيها. إذن قرأ يعقوب والله أعلم بما ينزل. إذن فالثلاثة اتفقوا، ثلاثة اتفقوا على إيش؟ تشديد في هذا الموضع، ثلاثة اتفقوا على التشديد في هذا الموضع. ليجزي نون إذ، صاحب العصافير يعني حاول تسكتها أو تخرسها، إن سكتت وإن لم تسكت تخرس. في قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم، ولنجزين الذين النون داعيه نولا ملكته، ولنجزين الذين النون داعيه نولا ملكته. طبعا ملكته هذا فيها كلام طويل، لكن احنا يعني على ظاهر النظم وعلى المتبادر فيه. فاحنا عندنا داعيه نولا ابن كثير وعاصم هم الذين يقرؤون ولنجزين الذين صبروا بالنون وابن ذكوان. طيب يا عم خلاص، ما احنا قلنا فيها كلام طويل. طيب ولنجزين الذين صبروا. إذن هو خالف أصلها، لأن داعيه نولا ليس منهم إيه نافع، فقرأ بالإيه بالنون ولنجزين. طبعا لا يشكل عليها الموضع اللي قبله اللي هو إيش؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، لأن هذا الموضع ليس فيه خلاف، لأن هذا الموضع ليس فيه خلاف، ما يتأتى أصلا، ما تتأتى فيه نون وياء، هي نون بس قولا واحدا، لأن قبلها إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم. هذا الموضع ليس فيه خلاف، وهذا مشتهر بين القراء أنه متفق على قراءته بالنون. أما الذي فيه خلاف الذي ذكرناه الآن، ولنجزين الذين صبروا، قرأ أبو جعفر بالنون خلافا لإيه؟ لأصله. طيب عندنا من اللي باقي؟ يعقوب وخلف على أصليهما بالإيش؟ بالياء ولا بالنون؟ بالياء صح. طيب ننتقل بعد ذلك إلى فرش حروفي سورة الإسراء.
ويتخذ خاطب حلا. احنا طبعا عندنا ابو عمرو قرأ قرأ بالايه بالغيب، الا يتخذ من دوني وكيلا، الا يتخذ من دوني وكيلا. فهنا يعقوب رحمه الله قرأ الا تتخذوا من دوني وكيلا. نقول غالبا الغيب والخطاب والنون اللي هي العظمة غالبا تخرج على التفات، يعني احداها يمشي على السياق والاخر يمشي على الالتفات. وطبعا الالتفات له اغراض بلاغية تلتمس في كتب البلاغة. في اول في هنا في السورة ايش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا. إيش اللي فيها الالتفات؟ ألا يتخذوا ولا تتخذوا؟ أي واحدة؟ تتخذوا هي الالتفات، لأنه هو قال وجعلناه هدى، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ها هذا غيب كله، ألا يتخذوا من دوني وكيلا. لكن قال انتقل إلى وضعهم في مقام المخاطب، ها ألا تتخذوا من دوني وكيلا. نخرج جلا حواليا، نخرج جلا حواليا، هي في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال نخرج جلا حواليا، أي أن يعقوب وأبا جعفر رحمهما الله قرأ بالياء، بس كيف قرأوا؟ هذا لسه جاي التفصيل. هم قرأوا بدل النون بالإيش؟ بالياء. قال نخرج جلا حواليا، نخرج جلا حواليا، لكن كيف قرأ؟ طبعا قراءتهم مختلفة كما سيأتي. وضم مفتح ألا، احنا متفقين ان ألا وحلا هما الاثنين يقرأوا بإيش؟ بالياء. خلاص احنا الياء خلاص اصبح مفروغ منها بالنسبة لهما. ثم قال وضم مفتح ألا، اي ان ابا جعفر كيف قرأ؟ ويخرج، ها ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كما سيأتي. إذن أبو جعفر قرأ ويخرج له، ثم قال افتح وضم حط. احنا برضو متفقين ان انجلى حوى بالياء، إذن حط قرأ بالياء لكن قال افتح وضم، يعني كيف يقرأ؟ ويخرج له يوم القيامة كتابا. إذن عندنا في هذا الحرف ثلاث قراءات، نخرج وهذه قراءة السبعة ومعهم خلف، نخرج له هذه قراءة السبعة ومعهم إيش؟ خلف. وقرأ أبو جعفر ها ويخرج له. طب وقرأ مين؟ يعقوب، ها ويخرج له. طبعا في قراءة يعقوب على التسمية للفاعل الضمير مستتر الفاعل اللي هو اللي يعود على الطائر ضميره مستتر، وعندنا في نخرج قراءة الجمهور أيضا يعود عليه لكنه في محل في ايش؟ وفي يخرج الضمير اللي هو العائد على الطائر ايضا هو في محل رفع نائب فاعل. فالشاهد ان كلمة كتابا ليس فيها خلاف لاحد، ونخرج او يخرج او يخرج له يوم القيامة كتابا. وكتابا قالوا انها منصوبة على الحالية على القراءات الثلاث، وقيل
إنا على نخرج مفعول ثاني نعم مفعول كيف؟ مفعول به أو مفعول به في بعضهم موجودة في بعض الكتب التوجيه أي في كتب التوجيه بعضهم قال إنها مفعول ثاني وبعضهم قال هي المفعول الوحيد هو كتابة. طيب ثم قال وحز مد آمرنا. إذن عندنا عشان نلخص ويخرج له قراءة مين؟ يعقوب. ويخرج له قراءة أبي جعفر. ونخرج له قراءة السبعة ومعهم خلف. واتفق القراء العشرة على نصب كتابا وحز مد آمرنا أي أن يعقوب رحمه الله قرأ آمرنا مترفيها. قيل إن آمر وأمر بمعنى واحد وقيل إن أمر بمعنى مختلف عن آمر. قيل إن أمر أمرنا مترفيها بالإصلاح وبالطاعة فخالفوا بالإفساد كما تقول أمرته فعصاني يعني تقول أمرت الولد بكذا فعصاني. وآمر من الإكثار احنا طبعا قلنا البعض قال انهم ايش أمر وآمر الاثنين بمعنى الإكثار بمعنى واحد فهذا معنى مما ذهبوا إليه في التوجيه. وقيل إن أمر بمعنى أمر أهل المترفين وأمر الناس عموما بالطاعة فخالفوا ذلك فخالف المترفون ففسقوا فيها فأفسدوا وفسقوا. وأما آمرنا بمعنى كثرنا مترفيها ففسقوا فيها فكان من أمرهم أنهم فسقوا فيها من أمرهم أو من حالهم يعني أنهم فسقوا فيها. ثم قال يلقاه أوصلا. طبعا هذه الترجمة المفروض أنها قبل آمرنا لكنه تقدم يسير يعني تقدم يسير ليس بينهما يعني تراجم أخرى فهذا يغتفر غالبا لإقامة القافية والاتزان البيت ولعله أسهل على الناظم أن يأتي به على هذا. قرأ أبو جعفر يلقاه منشورا يعني قراءة أبي جعفر كيف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فهو قرأ بالبناء للمفعول في الفعلين ويخرج ويلقاه يخرج ويلقاه منشورا. طبعا هذه يلقاه قراءة ابن عامر من السبعة ولا تحتاج توجيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأفف تحن حقا وقل خطأ أتى ونخصف نعيد اليا ونرسل حملا ونغرق يم أني ثتل طما وشدد الخلف بن والريح بالجمع أصلا صاد سبأ والأنبياء ناء أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا. بارك الله فيكم. قال وأف افتحا حقا وقل خطأ أتى أي أن يعقوب المشار إليه بالحاء قرأ كلمة أف حيث وقعت بفتح الإيه الفاء بدون تنوين. طيب إيش اللي عرفنا أنه بدون تنوين؟ إن أصله بدون تنوين إن أصله بدون إيه تنوين فهو اكتفى بشيء اللي هو أنه يقول أنه يفتح الإيه الفاء وتبقى قضية عدم التنوين أيضا كأصله يعني هو خالف أصله من جهة إيش أنه فتح الإيه الفاء ووافقه في إيش في عدم التنوين يعني قرأ يعقوب ها أف لكما
ولا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وطبعا أبو جعفر قرأ بالتنوين والخفض كأصله، وخلف كيف قرأ بالخفض، ونقول مش بالخفض، بالكسر يعني أحسن، بالكسر ها بدون تنوين. يعني عندنا يعقوب أف ها، وخلف أفي، وأبو جعفر إيه أف. لكن اللي خالف الوحيد هو يعقوب فذكره بفتح الفاء. وقل خطأ أتى، وقل خطأ أتى، أي أن أبا جعفر رحمه الله قرأ إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهنا اكتفى باللفظ، وهنا اكتفى بالإيه باللفظ عن القيد. قال وقل خطأ أتى، يعني كقراءة من؟ ابن ذكوان، كقراءة ابن ذكوان. قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهذه قراءة أيضا يعني موجودة في السبعة ولا تحتاج توجيها. ونخسف نعيد الياء ونرسل حملا، ونخسف نعيد الياء ونرسل حملا. احنا طبعا عارفين ان ابا عمرو وابن كثير رحمهم الله قرأوا بالنون في الافعال الخمسة، ويخسف حق نونه، ويعيدكم فيغرقكم، واثنان يرسل ويخسف حق نونه ويعيدكم، كم فعل؟ اثنين. ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم، هذه ايش؟ ثلاثة. واثنان يرسل، لأن اثنان في الآية الأولى فيها يرسل، وفي الآية الثانية فيها ايه؟ يرسل. فهي خمسة أفعال قرأها حق، قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالايه؟ بالنون. وقال ونخسف نعيد الياء ونرسل ايه؟ حملة. كم واحد كده؟ ثلاثة. اليوم أربعة عشان خاطر. طيب. ونخسف نعيد الياء ونرسل حملا، أي أن يعقوب رحمه الله قرأ في نخسف ونعيد ونرسل، نرسل مرتين ها، قرأ فيها بالإيه؟ بالياء، قرأ بالياء خلافا لأصلح، لأن احنا قلنا أن أبو عمرو يقرأ بالإيه؟ بإيش؟ بالنون. صاحون ولا نيمون؟ بالنون. طيب، إذن قرأ يعقوب بالياء في هذه الأفعال الأربعة خلافا للأصل. طب احنا قلنا هم أربعة ولا خمسة؟ ها؟ قلنا خمسة، فين الفعل الخامس؟ جاي. إذن عندنا خلاص نخلص دول عشان نغرق، هذا موضوع طويل. قال إيه؟ نخسف نعيد الياء ونرسل، الأربع أفعال دول الثلاثة، ولكن تكرر يرسل مرتين فصاروا أربعة، فهذه الأفعال الأربعة يقرأها إيش؟ يعقوب بالياء، اللي هي في قوله تعالى عشان نستحضر الآيات، أفأمنتم إيش؟ أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم في ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. خلينا يغرق دي للسجاير. ثم قال ونغرق يم، ونغرق يم، ومناسبة نغرق مع اليم يعني. طب ما تزعلش يا عم والله، في نسخ في نون وفي نون. يا نسختكو ايش؟ نسختكو ايه يا شيخ احمد عاصم؟ في بالياء؟ لا عندي في المتن نغرق، في الشرح يعني، في الشرح يعني في لا في فيها ياء وفيها نون، في بعض النسخ مضبوطة بالياء وبعضها مضبوطة بالنون. بعضهم يعني قال إن نغرق على إنها تمشي مع الثلاثة اللي فوق، نخسف نعيد الياء ونرسل حملة ونغرق كلها، يعني كلها بالنون وتقرأ بالقيد إنها بالإيه؟ بالياء. يعني لها وجه، يعني لها وجه وقفة، الوجه بالنون والقفة بالياء تمشي يعني يا شيخة. طيب، إذن عندنا
ونغرق يمن أو يغرق يمن. طبعا سواء قلنا بالنون أو بالياء، فإذا قلناها بالنون فهي معطوفة على ما قبل، معطوفة على إيه؟ ما قبل، إن نقصف نعيد الياء ونرسل حملة ونغرق يمن يعني بالياء أيضا. وهذا يتضح باللي بعده، لأنه قال بعد كده قال أن تتلو طمع، يعني هذا كلام مختلف عن اللي قبل. طيب، أن تتلو طمع أي أن أتلو طمع أبو جعفر ورويس قرأ بالتأنيث فتغرقكم بما كفر، فتغرقكم بما كفر. ثم زاد فقال وشدد الخلف بن، وهذه رابع الكلمات التي انفرد بها ابن وردان، هذه رابع الكلمات التي انفرد بها ابن وردان من طريق الشطوي، وهذه الأربعة الانفرادات غير موجودة في الايه في الطيبة، لكنها موجودة في الدرة وفي أصلها، في التحبير موجودة وفي الدرة. وطبعا احنا عارفين ان الدرة كتبت بعد الطيبة بتقريبا 23 او 24 سنة، لانه قال ايش وعام اضى حجي اللي هي عام 823، وقال في الطيبة بالرومي من شعبان وسط سنة 99 و700، فالطيبة كتبت سنة 799 والدرة كتبت سنة 823، وهذا مما يعني يرجح عدم ورود هذه في الطيبة. أن طبعا فيها كلام طويل، يعني لا يمشي في هذه الجملة القصيرة أن نقول أنه طريق الدرة غير طرق الإيه الطيبة، وفي من يرى خلاف ذلك، يقول الدرة من جملة طرق الإيه الطيبة. طيب، قال وشدد الخلف بن، يعني قرأ ابن وردان ايش فتغرقكم بما كفرتم. طب ورويس قرأ ايش فتغرقكم بما كفرتم، لانه قال ايه انث اتلو طمع، فقال انث وما قال شدد، قال الاول ها فتغرقكم، وبعدين انفرد ابن وردان بخلاف عنه بالإيش بالتشديد. إذن أبو جعفر ورويس قرأ ها ابن جماز ورويس قرأ إيش فتغرقكم، وكذا ابن وردان في أحد الوجهين عنه فتغرقكم، وزاد ابن وردان فقرأ إيش فتغرقكم. طيب، وخلف فين في المواضيع دي كلها؟ كأصله كلها بالياء عنده، ها كلها بالياء، كل الخمسة أفعال عند خلف بالإيه بالياء. طيب نعيد تاني عشان كده تشعبت الأمور. وقال ونخسف نعيد الياء ونرسل حملة ونغرق يمن. إذن قرأ روح بالياء في الخمسة، قرأ بالياء في الإيه في الخمسة، ورويس قرأ بالياء في الأربعة الأولى، وقرأ بالتاء في الإيه في الأخيرة، يعني يخسف يعيد يرسل كلها بالايه بالياء بموضعين، لكن جاء في تغرقكم قرأها بالايه بالتاء. طبعا ابو جعفر وخلف قرأوا في الأربعة الاولى بالياء كأصليهما، لكن ابو جعفر قرأ في الأخيرة اللي هي تغرقكم قرأ بالايه بالتاء، وزاد ابن وردان فقرأ بالايه بالتشديد وجه آخر. المواضع اللي قلنا انفرد بها ابن وردان كلها له وجه يوافق فيه الجماعة، له وجه يوافق فيه الجماعة ويزيد وجها آخر. إذن ابن وردان قرأ إيش فتغرقكم، هذا الذي انفرد به ابن وردان. واضح؟ ننتقل ولا ها؟ واضح؟ طيب، والريح بالجمع أصلا كصاد سبأ والأنبياء، والريح بالجمع أصلا كصاد سبأ والأنبياء، أي أن
أبو جعفر رحمه الله انفرد بالجمع في بعض المواضع التي زادها على أصله، زادها على أصله، فقرأ بالجمع هنا، قرأ بالجمع هنا في قاصفا من الرياح فتغرقكم بما كفرتم، أو فتغرقكم بما كفرتم. القراءة قوية، رياح وتغرقكم، يعني حاجة تودف دهي، تودف 60 دهية في دهية. والريح بالجمع الصلة كصاد سبأ والأنبياء، وعطف على هذا الموضع المواضع التي في سور أخرى، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ولسليمان الرياح، هذه إيش؟ هذه سبأ، فين سليمان الرياح؟ في عاصفة، أيوة، ولسليمان الرياح عاصفة، ولسليمان الرياح غدوها في سبأ. فهذه المواضع الثلاثة، أو نقول الأربعة، كم الآن؟ أربع مواضع. هذه المواضع الأربعة زاد أبو جعفر على أصله فقرأ فيها بالجمع. نعم، ممكن نقول أنه ضابط مع سليمان، أو في قصة سليمان، يعني لأن في اثنين سليمان باللفظ الصريح، والثانية في قصة سليمان في سورة صاد، فسخرنا له الرياح. طيب، إذن عندنا أبو جعفر قرأ زاد بالجمع في هذه المواضع، وهذه المواضع ليست في الشاطبية، القراءة بالجمع في هذه المواضع ليست في الشاطبية. طبعا احنا عندنا في مواضع موجودة قرأ فيها حمزة والكسائي وحدهما بالإفراد، وفي مواضع شاركهما فيهما غيرهما، وتفصيل ذلك في الشاطبية. ثم قال: وناء أد معا، أي أن أبو جعفر رحمه الله، أي أن أبا جعفر رحمه الله قرأ كابن ذكوان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه، هنا وفي سورة فصلت قال معا، في نأى، هذه قراءة الجمهور، وفيها طبعا خلاف في تفصيل في المالة وكذا، لكن احنا نقول على أصل الكلمة نأى، وقرأ أبو جعفر ناء بجانبه هنا وفي فصلت قال معا، خلافك مع تفجر لنا الخف حملا. قرأ المرموز له بالحاء وهو يعقوب رحمه الله، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قال خلافك، اكتفى باللفظ، لم يذكر يقول يعني بكسر ولا بألف ولا بكذا، قال خلافك، اكتفى بالإيه؟ باللفظ. مع تفجر لنا الخف حملا، مع تفجر لنا الخف حملا، أي أن اللي هي في قوله تعالى خلافك، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. قال خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف، الشاطبية قال إيه؟ سما صف، اللي بيقرأوا إيش؟ خلفك، وإذا لا يلبثون خلفك. هنا يعقوب خالف أصله وقرأ خلافا لأهل سما وخلافا لأصله، وإذا لا يلبثون خلافك. ثم قال تفجر لنا الخف حملا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض. قرأ يعقوب خلافا لأصله بالإيه؟
بالتخفيف. هو قال تفجر في الأولى كتقتل ثابت، يعني أي أن الكوفيون قرأوا في الأولى كتقتل، تقتل اللي تساويها إيش؟ تفجر، تفجر تقتل، صح؟ مش هذا الوزن؟ نعم. تفجر في الأولى كتقتل ثابتا. فقرأ يعقوب وفاقا للكوفيين تفجر لنا. طبعا هذا احتراز الموضع الأول في الشاطبية ذكره، أنه الثاني متفق عليه، ها؟ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار، هذه ما فيها خلاف، هذه بالتشديد للجميع، لكن المقصود بالموضع اللي فيه خلاف حتى تفجر لنا. إذن يعقوب قرأ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقرأ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وهذا يعني آخر ما يعني التراجم المتعلقة بسورة الإسراء. ونذكركم مرة أخرى بأن الدروس معلقة الأسبوع القادم جميعها، ويعني أنتم مدعوون، ومن وراءكم ممن لم يشهد هذا الدرس أنتم مدعوون، وتدعون من لم يحضر لحضور اليوم القرآن السابع بعنوان الإجازة القرآنية مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فوزان العمر بعد صلاة العصر. هنا شيخنا في القاعة. أي نعم، هنا في القاعة. أحسن الله عليكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.